ماما ماما انا جعان. لا يا ماما انت مش جعان، انت مش عايز تذاكر فبتستعمل موضوع الاكل ده عشان تقعد ساعه في موضوع الاكل ده، فقوم انا جهزهولك وبعد كده هتقعد ساعه عشان تذاكر، ده غير الساعه اللي هتقعد تاكل فيها، وفي النهايه هنلاقي درجاتك زي الزفت وبالتالي هنبقى شاكين انك تعدي من الثانويه العامه. وحتى لما تخلص ثانويه عامه وتيجي تخش معهد دراسات اللاسلكيه هتيجي تبص ان انت هتعمل ايه بالمؤهل اللي عندك ده، هينتهي بيك الحال انك تبقى كاشير في سوبر ماركت عايش على مرتب مش مكفيك. ده زائد بقى عن الجنيه اللي فضل من الفرخه اللي قاعده تنزل من 30 جنيه 28 جنيه و99 قرش، والزبون مش عارف بكل الفرق ده. عايز كل ده يحصل؟ لا 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 انا شبعت شبعت شبعت. انت ليه ما كوتيش القميص النبيتي؟ انا مش قايل لك تديه لصبي المكواجي؟ انا ما بعتوش النهارده عشان عارفه انك محتاجه عشان بتاعتك تعرفك وانت قاعد في تريانون. انا سمعت المكالمه. حبيبتي انت اكيد فهمتي غلط، انا مش ممكن اخونك. احنا مش صغيرين يا حسين، وانا بصراحه مش فارق معايا تخوني ولا لا، انا بس خايف على مستقبلك يا بابا. انا مش فاهم حاجه حبيبتي. يا حسين انت النهارده راجل متجوز وعندك عيال ومنهم اللي في جامعه، هتشوف البت دي هتعكبك وهتقضي معاها يومين في شاليه في اي حته. واحده واحده هي مش هترضى بالحال ده وهتقولك اكتب علي عرفي او شرعي، ده غير انها هتطلب انك تكتب حاجات باسمها وهتضغط عليك كمان انك تطلعني وتسيب البيت. تخيل بقى نفقه العيال هتبقى كام، ده غير انك هتتنازل عن الحاجات اللي في القايمه اللي في مصاريف الجواز، ده غير الحاجات اللي هتكتبها لها اللي هي هتبعترها في حاجات ومصاريف ملهاش اي 60,000 لازمه، وهتقعد تطلب 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 لحد ما انت تجيب جاز، وساعتها مش بعيد هي كمان هتطلب الطلاق، وساعتها هتبقى انت متشحطط في فلوس الطلاق هنا وهناك، ده اذا اصلا ما سابتكش وراحت لجحش تاني مع فلوس، ساعتها يعني هتبقى مالكش بيت وجعان وحافي ومش لاقي حتى القميص النبيتي. فصدقني انك ما تلاقيهوش احسن. تسلم ايدك يا حبيبتي. انا هروح بقى عشان اقعد على القهوه. سلام. ماما ماما رصيدي خلص، ممكن تحولي لي؟ انا اشتركت لك خلاص في الفاتوره. بجد؟ ايه الكرم المفاجئ ده؟ لا كرم ولا مفاجئ، انت مش سبتي علي؟ علي مين يا ماما؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ يا بنت ده انا ماما وعارفه كل حاجه، انت سبتي علي ودلوقتي مع ممدوح، قدام الكلام كتير هترجعي تقوليه تاني لممدوح من الاول عشان تقنعيه انك سبتي علي، وطبعا انك حطيتيه في الفريند زون عشان تشيلي كل الانسكيورتيز من دماغه، فده كلام كله طويل ورغي كتير مش هيكفي معاكي الكروت ام 10 دي. بس برضو يعني الخط كتير يعني. ولا كتير ولا حاجة، ده في مكالمات كتير وباقات انترنت هتخلص على كلام هتقعدي لوك لوك تزيدي وتعيدي فيه، ده غير حاجات الكوبي بيست اللي قلتيها لعلي في سنة هترجعي تقوليها لممدوح في سنتين، وتقعدوا تتخانقوا في التليفون ويقولك اشمعنى خرجتي مع فلانة وخرجتي مع علان، وتقعدوا تحكوا ود 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 كتير في التليفون. وبعدين واحدة صاحبتك تشوفه في ستاربكس مكرم مع انت صاحبتك اللي كانت بترسم عليه من سنة أولى، تقومي تتصلي بيه عشان تتخاني معاه، يوم هو يحاول يقنعك انه كان سهران عند واحد من صحابه، كل دي مكالمات ورغي يا ماما. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.